قبل فاصل عايز اخد منكم تقييماتكم لماتش الزمالك النهارده ولاعيبه نادي الزمالك من 1 ل 10 ونجم اللقاء كابتن هشام. ابتدي بمحمد صبحي، تدي له كام من 10؟ هديله 7 من 10. كابتن ابو الدهر؟ لا، 5. 5 من 10. طيب ابتدي بالمسلوسي. المسلوسي يعني عايز شوط بقى وشوط ولا؟ لا اديني مسلوسي كل الماتش يا كابتن. المسلوسي وستة. لا اديني المسلوسي بس. ستة. ستة كابتن. أربعة. زنالة كابتن. ستة برضه هو لابس ستة. خمسة. محمد عبد الغني كابتن هشام النهاردة يعني بتاع ده خمسة. خمسة. أربعة فرق. طيب هاخد نص ملعب، هبتديهم بإبراهيم نضاي. كام يا كابتن؟ إبراهيم نضاي النهاردة أديله 6. كابتن لا هو كان بيلعبش في مكانه ولا كان بيأدي بشكل جيد، اديله 7 فاروق. طيب زيزو يا كابتن؟ 8. 8. 9. 9. روقه 5. 5. 2. عمرو السيسه كابتن 5. 0. نيمار يا كابتن؟ نيمار 5. 5. 4. 4. طيب فراوده ناصر، ناصر منسي 6. ناصر وسيف اديله 5. ناصر 6. كام؟ 5. ناصر 5. كابتن ناصر 4 فاروق. وسيف يا كابتن انت قلت كام؟ ياخد 5. ها؟ سيف ياخد قال 5. هو الكابتن ادانا الاثنين مره واحده بس مفيش عشان يخلص نفسه. 6 و5. 6 و5. وانت كام يا كابتن؟ 5 يا فاروق. 5 الاثنين؟ طيب نجم اللقاء كابتن. استنى قبل ما نجم اللقاء لازم ناخد الناس اللي عملوا الفارق صراحه. عمر جابر 6. 4. شيكابالا 7. 5. فتوح يا كابتن. فتوح 7. 6. ايشو كابتن؟ ايشو اديله يعني 6. ياخد 5 يا فاروق. طيب علي ياسر كابتن هو اللي في دقيقه 82 تديله كام؟ يعني خامة كويسة لسه ما يعني ببانش يعني برضه. طيب نجم اللقاء كابتن هشام. انا نجم اللقاء عندي زيزو. زيزو. زيزو فاروق. زيزو مش حد تاني. لا زيزو. متاكد؟ انا كنت عايز اديها لجنش. ها؟ نجم اللقاء زيزو. شفت انا بسحب منه ها؟ لا لا بقى بس عايز لا انا اقول لك بص يا فاروق الاخطاء وارده في كره القدم طبعا. لكن ما بتبقاش بالشكل ده يا فاروق. طبعا. يعني انا بتكلم عشان بس بتكلم انت بتكلم كمدير فني او لعيب كوره. انت عندك لعيب كره لما بيخطا خصوصا انت عندك مباراه صعبه تمام. او بتلعب تنافس على المركز الثالث او تبقى الوصيف، لكن بنت الاخطاء دي مشكله. طيب هتحول الماتش الاهلي